سلام الناس، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون الفيديو اللي عملني في حياتي، في حياه القناه. ما درت هذا النوع ديال الفيديوهات، ولكن وصلت لواحد النقطه اللي بديت كنشكك فيها في راسي، فهنا ستوب. اي نعم، ان هذه القناه هذه انا كنجيب ليها الفكره، انا اللي كنصور راسي، انا اللي كندير المونتاج، ولكن نتوما التواجد ديالكم، الحضور ديالكم وجزء لا يتجزأ من القناه. وجودكم في هذه القناه هو ضروري قدر وجودي انا فيها. طبعا الحال نتوما كلشي عارفين انني تقريبا عندي دابا سنه ونصف باش بديت في اليوتيوب. اول فيديو كنت نزلته تقريبا سنه ونص دابا، كان لي تسريح الشعر ولا تمليس الشعر، واللي حصل الحمد لله على 2 مليون مشاهده. تما تعرفتوا عليا، تما الناس دوك يعرفوني، تما لقيت واحد الاستحسان كبير كبير عند الجمهور، لانه اللي كيجي عند القناه كيقول لي القناه ديالك للافاده، وهذا الشيء اللي بغيت انا. انا ملي بديت اليوتيوب ما بديتوش باش نشارك معكم حياتي ولا دوك الخاويات اللي ما عندهم فاش غيفيدوا، لانني انا ملي كنبغي نتفرج في يوتيوب خرين كنمشي الحاجه اللي فيها الفائده، الحاجه اللي غادي تعلمني، لانه ما كاينش مسهل من انا واحد يدير كاميرا ويضل نهار كامل هو كيدور لكم في الدار وكيوريكم. ولكن انا فكرت انا المحتوى ديالي لازم انه يكون افاده. فاليوتيوب ملي فكرت انني ندخل له، دخلت له عن حب، حاجه اللي كنبغيها ويعني كان باشنت فيها، يعني كنديرها بحب فعلا. ولكن هذه الحاجه هذه للاسف ما كتبغينيش بنفس الطريقه اللي انا كنبغيها بها. بزاف غادي يقولوا ان اليوتيوبرز كيديروا زعما هادشي وما كتخلصوا من هادي و هادي. بطبيعه الحال كاينين الناس اللي يعني عايشين من اليوتيوب، عايشين يعني الحياه ديالهم كتصرف كامله من اليوتيوب، كاينين. ولكن خاصكم تعرفوا بلي انا ملي بديت اليوتيوب راه كانت استثمار نفسي، الوقت ديالي معنوي ومادي. لمني بديت اليوتيوب ما بديتش مثلا بالتليفون ديالي كنصور كنحط كنقول على الله لجدتي هذيك مجدتي هذيك، انا بديت اكيبي، يعني ما تسنيتش وما عرفتش اصلا ان اليوتيوب واش غنتخلص، واش غيشوفوني الناس واش ما غيشوفونيش الناس، اشنو غادي يجرى. لان كيف ما قلت لكم، اذا كنتي كدير الحاجه صدقوني راه غير فكروا فيها. اذا كنتي كتبغي مثلا الماده، كتبغي مات، كتدخل المات وانت فرحان، راه ما كتعقدش على ديك الساعتين اللي كدوز في لا سيونس ديال المات. اما الا كنتي كتدخل مات وانت ما حاملوش اصلا وما كتبغيش، راه كتدخل بزز عليك وكتخرج بحالاتك بحال كان شي يخ، كتقول اوف فيمتى نخرج. بالنسبه لي انا يوتيوب حاجه كنبغيها، يعني ملي بديت فيها حطيت ثقلي كامل فيها، كاع دوك المدخرات ديالي ودوك السيفينغز ديالي حطيتهم في كاميرا، خديت اللانسز، خديت الاضاءه، وجهزت استوديو خاص ليا وحدي ما كيدخل لي حتى واحد. استثمرت وانا ما عارفاش اشنو غيجي. اخرا بديت كنلاحظ ان الفيوز، مؤخرا كنهضر دابا تقريبا على شي سنه، لاحظت ان الفيوز او المشاهدات بدات كتقل. حاولت انني نبدل ما تعرف الناس شنو غيدير، لكن في نفس الوقت كنقول او واش الناس، انا كندير لهم حاجه اللي كتفيدهم، كنطبق على وجهي، يعني هذه حاجه اللي اقليه اقليه اقليه. ما نهضرش انا غير على اليوتيوب المغرب، يوتيوب العالم كامل. كتلقى مثلا كدير وصفه وكديرها لك في يدها وكتمشي تعجبك، عجبك ما عجبكش الله يهنيك. انا ما كنجيب وصفات اولا حاجه حتى كنكون متاكده منهم مليار في المية وكنطبقهم على وجهي لايف قبالكم في الكاميرا، يعني كنحاول نجيب الافاده. لقيت بالمشاهده ديالي في النازل، طبيعه الحال كلشي ملاحظين هادشي، متابعيني راكم كلشي ملاحظين هادشي. تلقائيا ملي كتشوف انك كدير واحد الحاجه وكتبذل فيها جهدك وما كتعطيكش ديك الحاجه، وملي كنهضر على ما كتعطيكش كنهضر لكم على المشاهدات، كيبقى فيك الحال. ففكرت انني نبدل وفعلا بدلت، ولكن لقيت ان العدد كيكبر ولكن نسبه المشاهده كتقلل. فبديك اللحظه كتبدا تشكك في راسك، واش انا هادشي اللي كندير اليوم ما زوينش بما فيه الكفايه، يعني واش هادشي اللي كندير اليوم ما مفيدش بما فيه الكفايه. اشنو هاد الناس باغيين، فاش باغيين يتفرجوا. ففعلا ملي كتبدا تفكر في حال هكا وانت كدير شي بحال شي واحد داير شي مشروع، مشروع مثلا درت انا ريستو ديال الحوت كنبيع، والاول تعرفوا عليا الناس شويه، الناس ما بقاوش كيجوني الريستو، انا وليت في الخساره. اكيد مول ريستورون غيبدا يفكر اشنو غادي يدير، واكيد مول ريستورون غتوصل ليه الفكره في راسو ديال باقي نحبس هادشي. وهذه هي المرحله اللي وصلت ليها انا، انني حاولت كلشي، حاولت نبدل الكونتوني يعني محتوى، حاولت ندير كل ما في جهدي، ولكن بدون جدوى. ما كاينش بارطاج، فيوز هما تقريبا نفس ديال العدد ديال المشاهدين هو اللي عندي، يعني ما كيتحركش.
انا ما كنبغيش ندخل في مقارنات، لان دائما ملي كتدخل في مقارنه كتحس براسك الا انت داك الانسان ولا هو انت، فمن الاحسن ما كاينلاش المقارنات. ولكن انا فعلا بدات كتشكل لي واحد الهاجس نفسي، انك دير حاجه وديك الحاجه ما عليهاش اقبال، هادشي راه حطم لي الامل. انك تنوض وتفكر وتقول صافي هاد الفيديو هذا صافي غادي يضرب غادي يدير غادي يدير الناس غادي يعجبهم، كتلقى كان شيء لم يكن. هذيك المرحله يعني لحد الساعه عانيت تقريبا هاد السنه هذه، ما بقاوش فيوز، ما بقات هذه ما بقات هذه، وانا مازال شاده في الشكل كيفاش غادا القناه، شاده في اللهجه ديالي، شاده في القناه المحتوى ديالها، شاده كنقول هذوك الناس اللي عندي يعني يقدروا يرجعوا. ولكن دابا وصلت للنقطه اللي بديت كنقول فيها انا غير كنضحك على راسي. واصعب احساس يمكن الواحد يحسو هو انه يكون يدير في شي حاجه اللي كيبغي ويشوف بلي ديك الحاجه ما كتبغيش كيف ما هو كيبغيها. كنتمنى فعلا ان كلامي يكون وصل لكم، كنتمنى انكم تستوعبوه وتحطوا راسكم في بلاصتي، كنتمنى انني في عوض داك النقد اللي ما عندولاش اللي ما كاينلاش، الناس ديال الانتقاد للانتقاد كنقول لهم انا مازال في لهجتي، مازال في محتوايا، مازال كنقدم لكم داكشي اللي ما دارش عندنا، وكنطبقوا لكم على راسي وكنعطيكم رايي الصريح فيه، يعني ما عندكمش علاش تنتقدوا. ما عرفتش اشنو مازال نقول فعلا، ولكن حسيت انا كان خاصني نهضر معكم، كان خاصني يعني نحط كاميرا. والله الا كنت باغي نصور فيديو غنوريكم دابا، يعني كنت درت فلوغ ولكن قلت حبس 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 كاز 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 فلوغ. حنا اصلا في ضائقه، بزاف البنات ابتسام وانتيا وليتي كدير الاشعار وانتيا هادي وانتيا هادي، وعلاش وليتي كدير الاشعار؟ حنا متعودين على الطبيعه امنتي، راه انا كنشري، هذا هو الطبيعي ديالي. واخا تسني دقيقه، ها اليوم شنو كنت غادي ندير لكم؟ واش حتى هادو اشهار؟ واش ماك غادي يدير معايا الاشهار؟ واش لانكوم غادي يدير معايا الاشهار؟ فكتجيك وحده هادو حتى هما اشهار، هادي حاجه اللي انا واخداها وجايه باش نتقاسمها معاكم عادي. وحده جات جاو ابتسام لا عرفتي علاش درتي لاكوغ الاشهار، وكتجيك وحده في فيديو اخر ابتسام عافاك منين كتاخذي الزيوت ديالك، ماشي وحده وحدات، ابتسام عافاك منين كتاخذي الشامبو ديالك، ابتسام عافاك اش من فونديشن ناخذ، واش هادشي ما كتعتبروش الاشهار؟ واش نتوما كتشوفوا الاشهار مني انا كندير الاشهار؟ اما مني كتجي وحده وكتسالني على الحاجه كتقولي مثلا بليز ابتسام منين غديتي الزيوت ديالها، ديك الساعه نقول لها منين ديالك، ديك الساعه نقول لها منين كناخذ زيوت عادي ماشي اشهار. يعني الله يجازيكم بخير، نادم شويه العقل. بالنسبه لي انا هاد الناس هادو ديال كيقولوا هضره اللي ما عندهاش المعنى، هذوك راه كنشوفهم انا اقليه، لان السيستم كيدير لهم بلوك ما كنشوفهمش. ولكن هاد الفيديو هذا الاخير شفت هاد القضيه هادي ديال الاشهار، فقلت اوكي الاشهار انا رانا انا بحال قولي داك البرلماني كيمشي كيهضر على الناس على مشاكل الناس في مجلس البرلمان، هي انا واحد البنت اللي نتوما كتعرفوها وكتثقوا فيها بطبيعه الحال، الماركه ما غاديش تمشي تدق على الناس كاملين وتقولي لهم هاكو عفاكم جربوا. كنظن انا ولا قالت لكم هاكو جربوا ما غاديش ولا ما كاينش غيقول لها لا سمحي لي لا ما نجربش. كنجي عندك ديك الماركه كتعطيك ديك البركه كتقول لك انت جرب، كاينين يوتيوبرز اللي عندهم الضمير كيهضروا على الحاجه وكيقولوا الحقيقه، وكاين اللي لا كيشد وكيقول صافي. اما الاشهار بحد ذاته راه كلشي اليوتيوبرز الامريكانيين والفرنسيين والعرب والتلفازه، اشهار حاجه طبيعيه، ماركه كتصاوب واحد الحاجه وكتجي كتوريها للناس، انت محقق تشري محقق ما تشريش. واعره غير مثلا الا مشيتي للبنكه ديالك ولقيتي اقتطاع يقول لك هاد الفلوس راه خديناها لك ديال داك المنتج. ف بزاف 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 الحوايج تراكموا وفكرت انني فعلا خصني نهضر، ف كان خصني نهضر يعني كون ما هضرتش فعلا غادي نفجر. كنتمنى كلامي يكون وصلكم، وكنتمنى انكم تحطوا راسكم في بلاصتي، كنتمنى ان اي واحد قبل ما يكتب، اي وحده ولا واحد ولا اللي كيتفرج قبل ما يكتب فكر قبل ما تهضر، دورها في دماغك، راه ساهل انك تدورها في دماغك سهل من انك تكتب. واحد وحده ولا واحد كيدير واحد الحاجه بعيدا عن اليوتيوب، خدمه اي حاجه قرايه اللي درتيها، راك ملي غتحط فيها غتبغي تاخد. انا كنعطي ما في جهدي، كندير لكم حاجات اللي انا مليار في المية متاكده منهم،
اذا عطيت رايي في منتج كنعطيه 100% صريح يمكنكم تمشيو للفيديو ديال الشامبوز ديال اولترا دو كذا. هضرات معايا الماركه وقالت لي بلي هادشي اللي كديري فيه راك ما عمرك ما غادي تخدمي معانا. وديك الساعه لقيت الناس كيقولوا لي واه ابتسام شكرا قلتي لنا هادشي مزيان بصح علاش ملي جيت وقلت لكم واحد الماركه اخرى انا جربتها انا نفس الشخص اللي قلت لكم على هذاك خايب اجيت وقلت لكم على هذا مزيان حيت جربتهم جوج نفس الشخص هي ابتسام قالت لكم عباد الله انا جربت هذا الشامبو وهذا شوفوا شنو دار لي ما لاقليش جوج شعار وجربت هذا المنتج هذا لاقلي الوجه. اذا علاش ناخذوا منها ملي قالت لينا راه ما لاقليش ونقولوا لها ابتسام درتي الاشهار ملي قالت لاقلي راه ماشي اي حاجه قالت راه نزيدو نطولو ونزيدو نكثرو فيه هاد القناه بلا مشاهدين بلا دعمكم بلا لي بارطاج ديالكم راه ما غاديش تكون قناه. يعني انا خليت وبقيت كندفع في هاد القرار كندفع 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 كنقول ان شاء الله على ربي ان شاء الله وهادي 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 حتى اخر رمق لانني فعلا هادشي كنحس بيه بدا كيكنسيومي فيا وبدا كيأثر عليا راه ما يمكنش واخا نتوما كتسمعوا هاد الهضره هادي كتجيكم عادي ولكن انا كدير حاجه وما كت ما كتعجبش ما كتشافش راه حاجه كتأثر على الانسان. وصلت انني بقاو عندي ثلاثه الحلول لا رابع لهم انني نبدل اللهجه اللي هي لهجتي كي للاسف ملي كنهضر بلهجتي ما عنديش مشاهدين ما عنديش مشاهدين مشاهدين اللي كيتفرجوا فيا اللي فعلا كيبغيوني على الراس والعين. انا فعلا 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 فرحانه انني فتحت هذه القناه هذه لانني تلاقيت ناس بحالكم اللي كيحبوا unconditionally كيحبوا بدون شرط بدون قيد. فرحانه فعلا انني تعرفت عليكم انني كسبت المعرفه ديالكم بزاف منكم لو عندي في الواتساب بزاف منكم لو كوليس كنهضر معاهم بزاف منكم متعاقلوا معايا كاع اللايف ولا كيعرفوا عليا شي حوايج اللي الناس القراب مني وما كيعرفوهمش عليا. ولكن قناه ما غاديش تمشي 20000 مشاهده 30000 مشاهده حنا علينا نوصلوا 500000 مشترك ومشتركه. كنبدل اللهجه ديالي اللي نتوما كاملين عارفين انني كنعتز بها وكنبغيها ولكن اذا بدلتها راه لسبب وجيه انني ما عنديش الفيوز ما عنديش الفيوز. نبدل المحتوى اللي هو خلاكم كتجيو كتشوفوا القناه او يمكن كل محتوى ما بقيتوش مازال باغيين تهتموا بنفوسكم ما بقيتوش صافي هادشي ولا عندكم ما بقيتوش مازال باغيين هادشي او نسد القناه بيريد. سمحوا لي اذا طولت عليكم ولكن فعلا 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 كان خاصني نهضر نتوما معايا في هادشي. وصلت واحد المرحله اللي الدار ولا كيقولوا لي فيها عرفتي شنو ابتسام سد هادشي صافي شي ولا مأثر عليك اكثر من مفرحك. يعني في الاول كنت فرحانه دابا كنجيو باغيه نخلق ديك لينيرجي باغيه ندير ولكن انا من الداخل ديالي كنقول علاش واش هاد الفيديو هذا غيتشاف ولا ما غيتشافش شنو غادي يدير شنو غتكون ردة فعلهم شنو هادي. فملي كتبدا في حركه انت ما كتبقاش مبدع يعني كيتقاداو ليك كيف ما نقولوا. على اي حال ما بغيتش مازال نبقى نطول كنتمنى 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 انه يكون حلول سريع على القناه هذه. كنتمنى ان تشاركوا معايا رايكم عطوني واحد من ثلاثه الحلول اللي قلت لكم اشنو باليكم انني ندير في هذه القناه هذه اللي هي ديالنا. يعني ملي غتعطوني الهضره ديالكم غناخذها بعين الاعتبار وغادي نطبق. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اذا كتب الله فتهلا لي فرصكم.